ديري لاباس عليكم بخير اموركم هانيه كلشي وحدك كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن حال جيتكم ان شاء الله بالبغيريرات توحشت البغرير وقلت غنديرو نشارك معكم ان شاء الله طريقتي في تحضيره فانا الحمد لله كيف ولي وليداتي كان عندي معاهم اشكال ملي كانوا صغار كانوا شكي بغيو بحال لي كريب ولكن مؤخرا ولاو هما تيطلبوني تيقول لي ماما درينا البغرير اللي فيه لي طرو فكيرفقوا بنيتيلا بالكونفيتور الفرماج اللي بغاو واخا انا كنفضل ناكلو مع العسل والزيت ولا الزيت مع ولا الزبده مع العسل عفوا فملي كنت باقا صغيره كانت تتخلاو ليا نتوما في الكومونتير واش شفتو بحالي كان ديما البغرير كيتحط وهو ديجا مدهون من الكوزينه كنت كنخليهم حتى كياكلوا داك البغريرات الفوقانيين باش يبقى لي داك البغرير تحت علي مجعجع عامر بالعسل ديك الساعه كانت مرحله النمو ولا كرواسونس واحد اللي كلاها ما كتاثرش فيه اما دابا كلشي ولا على السبه المسران المعده ولكن ما فيها باس مره في الاسبوع ولا مره في 15 يوم نديروا شي حاجه بحال هكا مره فقلت علاش لا نشارككم ان شاء الله طريقتي وبغيت نقول لكم ان شاء الله نهار الخميس والجمعه والسبت غادي نكونوا 13 14 15 و13 و14 و15 في شهر رجب اللي بغات تصوم ان شاء الله يكون عندك اجر كثير فقلت نذكركم باش انا ناخذ واحد شويه ديال الاجر غادي نصوم انا وراجلي تقبل الله منا ومنكم وبغيت نشكر كاع الناس اللي دخلوا عندي مجددا وداروا لي اشتراك وداروا لي لايك وداروا لي كومونتير زوين كنشكركم من هذا المنبر وكنقول لكم بلا بيكم رانا والو فلهذا كنهديكم هذه الوريده هذه شوفوا الورد شوفوا 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 ايوا صافي هو هذا ما طولش عليكم والهلا يخطيكم عليا ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير غادي نبداو على بركه الله بالنسبه للبغرير ديال اليوم ان شاء الله غادي نحتاج 3 الكيسان ديال دقيق الفينو اللي ما عندوش هاد الكيسان انا هزوا ليا 7 المعالق كبار كل كاس هز ليا 7 المعالق يعني في المجموع 21 معلقه اللي ما عندوش هاد العبار هذا عندي هنايا 15 غرام ديال الخميره المعجونه ها يعني انتم انا غادي نعبرها معكم دابا شوفوا تقريبا بحجم القرقاعه انا غادي نديرها في الميزان وغتعطينا 15 غرام ها انتم كما كتشوفوا البنات حجم القرقاعه صغيره اللي ما عندوش الميزان وما عرفش يعبر وعندو الخميره كثيره في شي بواطه وما عرفش ياخذ القياس مثلا هذه الخميره هذه بالنسبه لينا حنا في اوروبا كناخذوها كاينه عند الجزائر عند عراب عند مام في اوشون كارفور غادي تجي فيها 42 غرام غادي تجي لي الموس وتقسمي على 3 تقريبا غتجيب لينا 15 غرام في الحصه ملي غنقسموها على 3 بحال هكا غتعطينا 15 غرام عندي معلقه ديال الفورس معلقه كبيره عندي معلقه صغيره ديال الملحه جوج فاني وخماره من وزن 15 غرام بالنسبه للماء ان شاء الله غادي نحتاج 4 ديال الكؤوس نفس العبار اللي عبرت به 3 الكيسان ديال الدقيق الفينو غادي نعبر بهم 4 الكيسان ديال الماء يعني غنزيدو كاس على العبار غادي نوجد الطحانه ونعاود نرجع معكم غادي نبداو بالماء هو الاول البنات نديرو في الطحانه كما سبق وذكرت 4 ديال الكؤوس ما يعادل 600 ميل كنت عندي كل كاس كيدير 150 مليلتر والماء دافي مايل للبروديه ما يكونش سخون بزاف فهمتي الا درناه سخون غادي تولي العجينه ديالنا دايره الخيط غطلق لنا الخيط غتولي بحال السلوكه صافي هذا هو الكاس الرابع وغادي نجي غادي نضيف الدقيق ان شاء الله الكاس الاول الثاني الثالث معلقه ديال الفورس انتما كما كتشوفوا الدقيق الابيض نضيف الفاني والخميره المعجونه انتما كما كتشوفوا حجم قرقاعه صغيره بالنسبه للخماره ديال الحلوه زائد ملح ما غنديروش دابا غادي نطحن المواد ديالي وغادي نستنى 10 ديال الدقائق وعاد نجي ندير هاد الملحه مع الخميره ونعاود نطحن رجعت معكم دازت 10 ديال الدقائق كيف ما قلت لكم دابا غادي نضيفوا الخميره ان شاء الله الخميره الكيماويه يعني 15 غرام كيف ما قلت لكم قبيله هي والعجينه نفس العبار الخميره ديال العجينه هنا عندي معلقه صغيره ديال الملحه صافي وغادي نطحن هاد العناصر
وغادي نتسناها غير واحد 3 دقائق حتى الخمسة ماكسيموم بين ما رجمات هاد اللوينه ديالي ووجدت المقيلات وغادي نبداو نطيبو ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا البنات البقليط ديالنا كيفاش جا كيشهي كالشهده انا كنقلبو ما كنخليش بحال هكا في الجهه الثانيه غير كنقلبو كيشرب داك الصهد ديال المقله صافي وكنحيدو. هانتوما تبارك الله طلع عندي كنفضل انني نطيبهم في المقيلات صغار كيجيو دي ميني بغرير باش الواحد يلهز وحده يكملها صافي. ولا كنا دايرين شي كوتي اللي هو منوع فيه بزاف المملحات ولا الحاجه الحلوه باش الواحد يقدر يدرق من اي حاجه من احسن ديروا داكشي صغير. هانتوما غير تبعوا هاد المراحل وغادي يصدق معاكم ان شاء الله وغادي نقول لكم بالضبط شحال خدا شحال عطاني من حبه بهذا الحجم هذا. هاد المقيلات واقيلا عندي كيديروا شي 12 سنتيمتر دو ديامتر القطر ديالهم 12 سنتيمتر وغادي نقول لكم بالضبط شحال غادي يخرج ليا مغيره غير بثلاثه الكيسان ديال الفينو ومعلقه واحده ديال الفورس كيخرج كميه يعني لا باس بها. شوفوا البنات كيفاش ناجح. كنأكد البنات على العافيه تكون مهيله ما تجهدوهاش بزاف هانتوما كما كتشوفوا كنقصها على الحد باش التبغيض ديالنا ياخذ وقته في الطياب ماشي نلهبوه ونحرقوه. بما اننا عندنا فيه دوك دو ساشي ديال الفاني راه كنعرفوا اي حاجه فيها السكر راه كتحمر لينا الحاجه دغيا في المقله صافي. وطريقه ديال الطياب راه ساهله كنخليوه حتى كيتخرج مزيان وما كيبقاش فيه العجينه وكنقلبوه يشد شويه الصاط صافي ونحيدوه. انا غادي نستمر قربت نكمل مابقاش ليا بزاف ونتلاقى بكم ان شاء الله. فوالا البنات كان هذا هو الشكل النهائي ديال البغرير ديالنا خرج ليا بالضبط 22 حبه. فوالا البنات كنتمنى ان شاء الله المغرب ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتعطوه وتعطوا لي التطبيق راه كيجي ساهل ماهل. انا عرفت بلي البغرير كاين اللي ما كتصدقش ليها كاين حتى هو كيبقى حتى هو من سهل الممتنع بعض المرات حتى كتشدوا العروسه ما كيبغيش يصدق ولكن كونوا على يقين يعني الا جربتوا هذه الطريقه غادي يصدق معكم. كنتمنى تجربوه وتعطوا لي التطبيق ديالكم وفوالا كنتمنى تبقاو تشجعوني وديروا لي دي لايك ودي كومونتير زوينين بحالكم. خليتكم على خير وإلى الفيديو القادم.